يا اهلا بيكم في تاني واخر فقراتنا الحواريه في حلقتنا النهارده. والفقره دي هنتكلم من خلالها عن موضوع في منتهى الاهميه. هنتكلم عن المناعه، عن اعراض ضعف المناعه، وعن اسباب ضعف المناعه، وعن ازاي كل واحد فينا يقدر ان هو يقوي مناعته بما يتماشى مع اللي بيحصل في اليومين اللي بيعلم بيهم اللي ربنا دول. كل شويه برضو نتفاجئ بمتحور جديد، فيروس جديد، وكل ما نبتدي ننسى نلاقي لا ده في عوده تانية لموجه جديده. فربنا يسلم الجميع باذن الله. هنتكلم مع الدكتوره دينا ابو السعود اللي منورانا. دكتوره صباح الفل عليك. صباح الخير يا كريم. عامله ايه؟ كله تمام؟ زي الفل يا رب دايما. يا رب دايما. ربنا يخليك. المناعه واهميه المناعه واسباب ضعف المناعه واعراض ضعف المناعه، تبتدي بانهي من دول؟ ابتدي اول حاجه اتكلم عن على المناعه نفسها. اوكي. يمكن كنت قاعده مع حد من صحباتي فبتقولي لا انا باخد فيتامينز بس في الشتاء عشان اقوي مناعتي دي. يعني قلت لا ده انا لازم اطلع معاك اقول يا جماعه الفيتامينات مش شتاء بس. اطلاقا الفيتامينات عشان اقوي مناعتي، انا محتاجه اقوي مناعتي في الشتاء وفي الصيف وفي كل الفصول. هي بتتكلم تقريبا على ادوار البرد. ادوار البرد. لا صحيح. انا لازم اقوي مناعتي عشان الفيرال انفكشن ادوار البرد، وعشان البكتيريال انفكشن لو اكلت حاجه مش نظيفه او اي بكتيريال انفكشن، وعشان احاول لا قدر الله لو في يعني خلايا سرطانيه بتتكون احاول ان جسمي يحاربها من البدايه. بالظبط. المناعه من اهم الاجهزه اللي ربنا سبحانه وتعالى خلقها عشان هو ده جيشنا. ان انا اعرف اقوي جهازي المناعي، ان انا اعرف اقوي كرات الدم البيضاء والاجسام المضاده اللي بتبقى بتمشي في الدم عشان احارب اي جسم غريب بيدخل عليا. فلازم طول الوقت جسمي يبقى جيش متين لمحاربه اي حاجه غريبه بتخش الجسم. لو هتكلم ايه زي ما قلت يا كريم، هتبتدي بايه؟ ممكن اقول ايه العادات الخاطئه اللي احنا بنعملها واي حد فينا ممكن يكون بيعملها مش عارف ان ده بتضعف المناعه. بيؤدي الى خلل في المناعه او ضعف او نقص في المناعه. زي ايه؟ اولا قله النوم. قله النوم لو انا بنام في اليوم 5 ساعات بس ده خطا كبير. لازم انام على الاقل 8 ساعات لان بالليل، ولازم انام بالليل ما انامش الصبح. ايوه. لان بالليل هو اللي بيعزز لي كرات الدم البيضاء وبينتج لي كرات الدم البيضاء وبيحصل دي توكسيفيكيشن. القعده طول الوقت يعني ما فيش اي رياضه. الرياضه انا ما بقولش، ممكن مثلا ستات تقول لي لا بقى ده دينا بتقول بقى ننزل ونروح الجيم، في ستات ما بتقدرش على ده. انا ما بقولش ان احنا نعمل حاجه هيفي. نعمل رياضه، ان احنا نمشي نشتغل في البيت، ما نبقاش قاعدين طول الوقت. لازم حركه. لازم حركه. ومن الحاجات الخاطئه جدا الافراط الشديد في الانتيبيوتكس. الافراط الشديد في الانتيبيوتكس، وباخد انتيبيوتك او اللي هو المضاد الحيوي من غير استشاره الطبيب، ده اكيد بيهدي لي المناعه. الافراط الشديد في المسكنات، المسكنات عند اللزوم فقط. التيك بتاع ادويه مثبتات المناعه او الحاجات الادويه اللي فيها كورتيزونز من غير استشاره الطبيب، كل الحاجات دي لازم استشير الطبيب قبل ما اخدها. طبعا. ممكن كمان اقول الاكل اللي مش صحي دي بقى كارثه. الاكل اللي ما فيهوش العناصر الغذائيه، الفيتامينات المهمه، وطبعا اكيد كمان قبل الاكل التدخين بكثره بيؤدي الى نقص في المناعه، والسكر بكثره، الحلويات والعصائر المحلاه وكل الحاجات دي بتؤدي الى نقص المناعه، ونقص الفيتامينات بيؤدي الى نقص المناعه. الفيتامينات مهمه طول الوقت، الفيتامينات ده صيانه الجسم. اخذ الفيتامينز من الاكل او من المكملات الغذائيه ده بيديني صيانه للجسم، ان الجسم طول الوقت في موتور. يعني الموتور يتحرك مش بس للمناعه، للمناعه وللطاقه وللتمثيل الغذائي ولضد الاكسده وللستات لجمال بشرتها وشعرها. كل الحاجات دي لازم انتيك يومي من الفيتامينات والمعادن. ده مهم جدا. لو هتسالني ايه الفيتامينات والمعادن المهمه للمناعه، اقدر اقول لك فيتامين سي رقم واحد. فيتامين سي رقم واحد. فيتامين سي مهم جدا للمناعه ومهم لزياده امتصاص الحديد عشان احمي نفسي من الانيميا. انيميا برضو بيأدي، يعني فيتامين سي بيساعد الجسم على امتصاص الحديد طبعا. حتى لو مثلا راجل او ست عملوا الكومبليت بلاد، صوره الدم بتاعتهم، لقوا في الهيموجلوبين قليل والحديد قليل، وطبعا بيستشير الدكتور ان هم ياخدوا
مكمل غذائي او دواء فيه حديد، بينصح ان هو ياخده معاه فيتامين سي عشان يبقى سريع لامتصاص الحديد. هل الرياضيين بيحتاجوا جرعات اكبر شويه من كل العناصر اللي احنا اتكلمنا عنها؟ الرياضيين لا، مش انا مش محتاجه الجرعه، يعني هو بما فيها الفيتامينز كمان، الفيتامينز بيبقى جرعات محدده في اليوم. فهو احنا الرياضيين لازم ياخدوا فيتامينات لحاجات كتيره جدا. أوكي. للمناعه. ليه بقول كمان للمناعه؟ لان الرياضيين بينزلوا يروحوا الجيم. طب. ممكن الانسترومنتس الاجهزه اللي بيشتغلوا فيها طبعاً. ممكن تكون نسيوا يعقموها يوم ولا حاجه وفيها بكتيريال انفكشن او اي حاجه مش نظيفه، لو الرياضي ما عندوش مناعه هيلبس على طول طبعا. ويمكن من اعراض نقص المناعه الالتهابات اللي بتيجي في المناخير، الاذن، الاسهال المستمر. يا كريم، الاسهال او المشاكل الجهاز الهضمي بيؤدي لنقص المناعه، بتكون اشاره ان في ميكروب ما دخل طبعًا. الجسم طبعا. أوكي. من اهم الفيتامينز اللي موجوده، او من اهم المكملات الغذائيه اللي موجوده على الشاشه دلوقتي، اللي بنصح بيها كل الناس، يعني كل الناس فعلا، ستات ورجاله وجميع الاعمار، هو البومالتي فيت اللي انا شايفاه على الشاشه. ومحدش يقول لي لا، لما اوصل لل40 ابقى اخد فيتامينز. احنا محتاجين فيتامينات من سن 20 سنه ومن اقل. مش هتدخلي علينا مره بعلبه ولا حاجه؟ هجيب لك المره الجايه. فين الكلام ده؟ يعني يا لهوي على الكسل. في حد اولى مني بالفيتامينز؟ ده انت قدامك نموذج للشخص. لا كريم، انت انا شفت لك صفحه على صوره على السوشيال ميديا، قلت لك والله صوره كميه الحلويات. قلت لك الله بالهنا والشفا. اتصورت مع الحلويات. بس ده مش كلامنا، بلاش الحلويات دي كلها. وفرحان قوي بالبسبوسه. كان بقى ده حالي والله، ما كان بقى ده حالي. فطبعا على الشاشه دلوقتي مميزات هذا المنتج البا مالتي فيت، مهم جدا ان كل الناس تاخده. وبطمن كل الساده المشاهدين المحترمين من الستات والرجاله ان البا مالتي فيت واخد ترخيص من هيئه سلامه الغذاء، دي حاجه حلوه قوي. طبعا المميزات اللي موجوده على الشاشه، الاعلى في تركيز الزنك. الزنك مهم، انا قلت فيتامين سي للمناعه والزنك للمناعه. اوكي، وقلت ان الفيتامين سي بيساعد الجسم على امتصاص الزنك، امتصاص الحديد. ايه سوري. اوكي، امتصاص الحديد. أوكي. الزنك مهم لكل العمليات الحيويه في الجسم، من غير زنك الجسم هيتعب جدا. الزنك مهم لاي حاجه بتتجدد، يبقى مهم للدم، الدم بيتجدد، مهم للشعر. الستات اللي بتشتكي لي على طول شعري بيقع يا دكتوره دينا، فبقول لهم اول حاجه الشعر بيقع، هنحلل وظائف كلى وهنحلل الغده الدرقيه وهنحلل ان الحديد كويس ولسه شعري بيقع، يبقى انا محتاجه على طول زنك ومحتاجه فيتامين بي 7 بايوتين. طب الزنك في الحاله دي يتاخد لوحده بجرعه مناسبه، ولا يتاخد يعني من خلال يعني حبايه او كبسوله فيها فيتامينز كتيره فبالتالي تبقى نسبته اقل؟ احنا بنشوف ساعات منتجات زنك لوحدها. طيب الزنك لوحده انا لا افضل. ليه؟ عشان النحاس. الزنك لوحده لو اخدته لونج تيرن وعلى مدى طويل جدا ومن غير ما اطمن ان نسبه النحاس في جسمي كويسه، الزنك مش هيشتغل اصلا. في فيتامينات بتشغل بعض، الزنك والنحاس بيشغلوا بعض. فعشان كده ألب مالتي فيت الميزه اللي فيه انه دخله الكابر النحاس. اوكي. الزنك مهم زي ما انا قلت للمناعه، ومهم لخصوبه الرجل جدا، بيدعم الخصوبه، ومهم لكل العمليات الحيويه في الجسم. المالتي فيتامين لو قلت لي ناخد زنك لوحده او ناخد فيتامين سي لوحده، انا الجسم مش محتاج يوميا فيتامين سي بس، انا لازم فيتامين بي. فيتامين بي، عائله فيتامين ب الكامله، مهمه لدعم التمثيل الغذائي. من غير تمثيل غذائي مفيش حياه. التمثيل الغذائي اللي هو سرعه الايض، بيبقى فيه طاقات، يعني مثلا يقول لك ايه، ده انا هاخد فيتامين بي عشان النشاط. النشاط الحركي احنا عارفينه، في طاقات خفيه في الجسم محتاجه تمثيل غذائي، زي نقل الهرمونات في الجسم، زي نقل الفضلات في الجسم، زي نقل الفيتامينات والمعادن في الجسم، زي نقل الخلايا المناعيه في الجسم. فلازم دي الطاقات الخفيه. وعمليه الهضم انا ما بحسش لما باكل بعمليه الهضم، ده محتاج برضو تمثيل غذائي. اللي بيميز ألب مالتي فيت يا كريم انه فيه كل عائله فيتامين ب الكامله. ممكن اروح الصيدليه الاقي فيتامين فيه فيتامين بي 7 و12 وما فيش واحد واثنين. طب انا محتاجه النياسين والثيامين والرايبوفلافين يوميا انتيك. وما بخافش من فيتامين بي لما باخده يوميا، لانه ووتر سولوبل، لا يخزن في الخلايا. اوكي. ألب مالتي فيت بدعمه جدا، تراكيزه حلوه جدا،
يعني ما بخافش من التراكيز انها تعلى، بلس انه مرخص من هيئه سلامه الغذاء واخد التستات اللازمه للبيع للجمهور. والحلو اللي فيه جدا انه موجود في صيدليات، سلسله صيدليات كبيره في مصر، الصيدليات موجوده في كل محافظات مصر. كويس. وبقول لاي حد بيتفرج علينا مكسل يروح الصيدليه، عندنا ارقام ظاهره على الشاشه، الكول سنتر موجود، بيوصل الفا مالتي فيت لحد باب البيت ايا كانت محافظه. واكيد مكسل عشان عنده نقص فيتامين فيلزمه الفا مالتي فيت. ايوه صح. بلس اكيد عندنا صفحه على الفيسبوك على السوشيال ميديا لو عايزين اي استفسار عن الفا مالتي فيت. بمناسبه الاستفسارات، احنا جالنا في سؤالين، سؤال من باسم علي بيقول هل في تحاليل دوريه لازم الواحد يعملها عشان يتاكد ان مناعته قويه؟ قبل التحاليل هنام كويس، هشرب ميه كويس، هقلل التدخين بقدر الامكان، هاكل اكل كويس، واخد الفا مالتي فيت. التحاليل لازمه، ممكن بنعمل كومبليت بلاد بيكتشر اللي هو صوره الدم، اطمن من نسبه الحديد، واشوف الوايت بلاد سيلز، واشوف كل الكرات الدم الحمراء والبيضه، وبيبقى في تحليل اسمه انتيجين انتي بودي، دي الاجسام المضاده برضو يطمن عليها. اوكي. طيب سؤال تاني من سوريا عادل بتقول افضل مستمر على الف مالتي فيت لمده قد ايه؟ ده جزء من السؤال. والجزء التاني تقول ولو استمريت عليه الفتره وقفته بعد كده لاي سبب، هل ده ممكن يعمل نتيجه عكسيه او اثار سلبيه؟ انا بقول لها استمري على مالتي فيت اتس ديلي يوز، ملوش اي تراكمات من الفيتامينات في الخلايا، فتستمر عليه على طول. لو وقفت بليز ما توقفش اكتر من شهر وشهرين. ليه؟ لان الجسم محتاج الفيتامينات والمعادن يوميا، دي صيانه زي ما انت بتعمل صيانه العربيه بعد 1000 كيلو بعد 5000، ده صيانه للجسم، ده اللي بيدعم الجسم بالصحه والمناعه والطاقه. فلو وقفت اكتر من شهرين طبعا هيحصل كسل، هيحصل خمول، هيحصل تعب، المناعه هتقل، فانا ما بنصحش ان انا اوقفه. ولو وقفته مش ما يبقاش اكتر من شهر عشان الجسم محتاج على طول. هل في حد ادنى من العمر لازم الواحد يعني يكون وصل له عشان ياخد المكملات الغذائيه او المالتي فيتامين؟ انا بنصح لو بالنسبه للالفا مالتي فيت باخده من سن 13 14 سنه. طبعا كبار السن مهم جدا جدا، لان كبار السن بيبقى عندهم نقص شديد في الفيتامينات. شديد. والفيجنز النباتيين مهم جدا جدا ليهم الفيتامينز، الرياضيين مهم ليهم الفيتامينز، الستات ما بعد سن الأربعين مهم ليهم جدا الفيتامينز. لو هتكلم على ألبا مالتي فيت من سن 13 سنة، الجرعة المصرح بيها قرص واحد فقط في اليوم بعد الفطار أو بعد الغداء، ما بناخدش أي فيتامين على معدة فاضية. ده كده اي بي سي يعني. تقريبا ولا حتى دواء، مش كده برضو؟ في ادويه بتتاخد بقى على معده فاضيه زي ادويه الحموضه، زي الادويه حاجه والمكملات الغذائيه حاجه تانية خالص. أوكي. الادويه هو الدكتور اللي بيقول امتى الجرعه والحاجات دي. الفيتامينز مش محتاجه استشاره طبيب لانها فيتامينات محتاجينها يوميا. لكن لو هتكلم على اصحاب الامراض المزمنه بطمنهم ان الف مالتي فيت ما يتعرضش اطلاقا، وبالذات كمان سكر ضغط، بالذات مع مريض السكر. بالذات مع مريض السكر، مريض السكر بيبقى عنده التهاب في الاعصاب، فبتلاقي الدكتور بيدعم مع الادويه، سواء بياخد الانسولين او ادويه السكر المتعارف عليها، بيدعمه جدا ان هو ياخد سبلمنت او مكمل غذائي فيه فيتامين بي بكل انواعه، لان فيتامين بي هو اللي داعم للاعصاب، هو الدعم لاعصاب الاطراف، لان بتلاقي مريض السكر احيانا بيحصل تنميل في الاطراف. لو هتكلم على امراض المزمنه، كوليسترول، قلب، الحاجات دي لا يتعرض اطلاقا مع الادويه، بالعكس. يعني الف مالتي فيت بيحسن بنسبه، عشان ما حدش يقول هوقف الدواء واخد مكمل غذائي واخد فيتامين، بيحسن بنسبه مستوى الكوليسترول، لانه بيعمل على عدم اكسده الدهون الضاره. في النقطه دي عايز اقول لك ان في ناس ساعات بتخلط ما بين الدواء وبين المكمل، يعني بياخدوه من منطلق انه علاج. دي مصيبة والله. يعني لازم الناس تفهم كويس ويبقى عندها وعي شديد ان المكملات الغذائية، الفيتامين ليس دواء اطلاقا وليس علاج لاي مرض. وما فيش حاجة اسمها لا انا اوقف دواء واخد مكمل غذائي واخد فيتامين، لا. انا مع الأدوية بدعم الصحة وبدعم المناعة وبدعم الطاقة بتاعتي وبدعم الحالة النفسية. يعني الفيتامينز داعمة جدا للحالة النفسية.
بقلب مالتي فيت او بالمكمل او بالفيتامينات اللي هم بياخدوها عموما. واحنا داخلين على يعني كام شهر جايين هيبقوا طبعا الجو فيه حر جدا، وبنبقى عرضه اكتر لان احنا نكون موجودين تحت اشعه الشمس ساعات بشكل مباشر لفترات، في ناس طبيعه اشغالها كده. الفيتامينز بيبقى لها دور في هذا الاطار؟ لو قعدت فترة طويلة قدام أشعة الشمس من غير مثلا ما أحط واقي شمس أو أحمي نفسي من أشعة الشمس الضارة بيحصل أكسدة في الجسم والبشرة. فالفيتامينز بيبقى ليها دور، أو ألب مالتي فيت ليه دور بشكل ما، لأنه بيحمي من أشعة الشمس الضارة اللي هي الألترا فايلت إي وبي لاحتوائه على فيتامين سي وفيتامين إي، الاثنين دول بيحموا بنسبة من أشعة الشمس الضارة. مع استخدام الواقي الشمس بتاعنا برجع اقول مهم قوي كريمات الترطيب، ومهم الواقي الشمس لو انا اتعرضت للشمس في فتره طويله. حد يقول لي طيب انا عندي نقص من في فيتامين د وبحب اقعد في الشمس بالساعات، لا، لو عندك نقص في فيتامين د بتقعد في الشمس نص ساعه بس في اليوم مش بالساعات. واعتقد في توقيتات معينه كمان بيبقى في استفاده اكبر للجسم من التعرض لاشعه الشمس عن اوقات تانية. طبعا يعني ما بنصحش ان انا من وقت الظهيره من الساعه 12 للساعه 4 اقعد اصلا في اكسبوز للشمس. يعني الشمس ليها فوائد ان هي بتعزز لي فيتامين د، بس في نفس الوقت ليها اضرار، فلازم نبقى عارفين ده. تمام. طيب برضو عايزين ناكد على حته الجرعه، لان ممكن الواحد برضو باعتقاد خاطئ انه يعني ماخد مثلا حبيتين من المكمل او المالتي فيتامين احسن ماخد حبايه وهو كله مصلحه للجسم. الى اي درجه الفكر ده خاطئ؟ الفكره خاطئ، الحاجه لما بتزيد عن الحد بتتقلب ضد. اكيد الفكر ده خاطئ جدا. والجرعه المصرح بيها من هيئه سلامه الغذاء المصريه، احنا واخدين تسجيل من هيئه سلامه الغذاء ان هو يبقى قرص واحد في اليوم، فانا بكتر ليه؟ وبعدين انا بقرص واحد انا لميت مش هقول كل الفيتامينات، لان في فيتامينات ثانيه مهمه محتاجين نعرف لو عندي نقص فيها باخدها من سبلمنتس ثانيه، بس الب مالتي فيت الحلو اللي فيه انه ملم بمعظم الحاجات. فانا بقرص واحد باخد فيتامين سي، باخد زنك، باخد نحاس، باخد فيتامين بي، باخد الكوبالامين اللي بيعزز لي على انتاج كرات الدم الحمراء، باخد كالسيوم بنسبه 70 ملي جرام which is fine، ما تخافوش الكالسيوم مش هيحصل له ترسيب من الب مالتي فيت لان النسبه بتاعته مش كبيره، فباخد كالسيوم، باخد بيوتين، فانا مش محتاجه اكتر من قرص. فدي مقوله خاطئه جدا يا كريم. لو هتكلم على السيده الحامل برضو مش هتحتاج اكتر من قرص، لكن ممكن بعد الشهر الثالث الرابع الدكتور يقول لها دعمي اكتر بالكالسيوم، لان الست الحامل بتحتاج كالسيوم اعلى بكتير من البالغين العاديين. يعني اللاكتيتنج ماذر او الام المرضعه مقوله خاطئه تقول لك انا خلاص جبت البيبي انا مش هاخد الفيتامينات، هي محتاجه فيتامينات زي ما كانت زي وقت الحمل، ومحتاجه الدعم بالفوليك اسيد، ومحتاجه الدعم حتى بالاوميجا، فده مهم جدا. القرص المصرح بيه هو كبسوله واحده بس بعد الفطار، بعد الفطار لو بفطر كويس او بعد الغداء. وعلى الشاشه دلوقتي شكل العلبه، احنا ما عندناش اي بديل لألب مالتي فيت لا بالغالي ولا لا بالاغلى ولا بالارخص. اوكي. وبستاذن الناس انها تصور شكل العلبه عشان لو هتجيبه من الصيدليه تبقى حافظه شكل العلبه، عشان ممكن لو خلص من الصيدليه يحصل انه يطلع لها بديل. ما عنديش بديل لألب مالتي فيت، وبرجع اقول انه امن جدا، برجع اقول انه مكمل غذائي رائع، وبرجع اقول انه مرخص من هيئه سلامه الغذاء. طيب برضو من ضمن الحاجات اللي ممكن البعض يكون نتيجه تفكير خاطئ فبيمارسوا النوع ده من الممارسات، فكره استبدال الاكل بالمكملات. لو حد عنده مشكله في الشهيه، لو حد طبيعه حياته وطبيعه شغله بتخليه يقعد فترات طويله جدا ناسي حتى ان في حاجه اسمها اكل في الدنيا. فالى اي درجه ممكن الناس دي، انا مفهوم طبعا ان هو مكمل في الاول وفي الاخر، بس في حال انه يبقى بديل للاكل، طبعا مش هنقطع الاكل خالص، ما بنتكلمش ان في حد ما بياكلش ويعتمد بس على المكملات. بس لما تكون المكملات هي 75% من الانبوت بتاعه الغذائي يوميا. لا انا ما بنصحش بده طبعا يا كريم، يعني احنا بنقول اللي ما بياكلش اكل صحي بندعمه بالمكملات الغذائيه، لكن الاكل الصحي ده اللايف ستايل لازم يتغير ولا بديل عنه. لا لا، لازم اللايف ستايل يتغير معايا. جميل، انا بشكرك، نورتينا كالعاده، ويعني افدتينا بوجودك. ربنا يخليك، بشكرك على وجودك معانا دكتوره دينا، واكيد الشكر موصول ليكم مشاهدينا في كل مكان على حسن متابعتكم لينا في حلقتنا النهارده. ان شاء الله بكره ان عشنا وكان لنا عمر قبل دلوقتي بساعتين يتجدد لقائنا، ويوم جديد وحلقه جديده و10 الصبح في الاهلي. الى اللقاء.